السلام عليكم. اتكلمنا في حلقة قبل كده عن موبايل اونر اكس 9 بي، وانا عايز اقول لكم ان الموبايل دوت عليه اقبال كبير، وده واضح يعني من المشاهدات الموجودة عليه على القناة، وهو الصراحة موبايل ممتاز. ففي الحلقة دي هنتكلم عنه بكل التفاصيل من ناحية المميزات والعيوب، فعايزك تركز معايا عشان تعرف كل حاجة عنه. اول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل. طول الموبايل دوت 163 ملي، وبعرض 75 ملي، وبسمك 8 ملي، والوزن بتاعه عامل حوالي 185 جرام، والظهر مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات ال 5G. وبالنسبة لصوت الموبايل الخارجي فبيجي احادي، واستغنى عن مدخل 3.5، والبصمة بتاعته بتيجي تحت الشاشة. ومن ناحية العيوب الموجودة في الحتة ديت، للأسف اللي مش عاجبني خامات التصنيع، انها من البلاستيك كلها. وتاني حاجة ان الصوت جاي احادي، وتالت حاجة ان مفيش مدخل 3.5، ودول تلات عيوب مبدئيا في الموبايل. تاني حاجة معنا هي الشاشة. الشاشة بتاعته بتيجي من نوع اموليد بمساحة 6.7 بوصة، مع نسبة استحواذ بتوصل ل 91%، وده بيأكد ان الشاشة ديت منحنية، وطبعا واضح من الصور اللي قدامكم، وبدقة 1220x2652 بكسل، وبأبعاد 19.5×9، وبكثافة بكسلات 431 بكسل كل بوصة، وبتيجي بقوة اضاءة بتوصل ل 1200 شمعة، ومع معدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز، وكمان بتدعم مليار لون. وديت كل حاجة عن الشاشة. ومن ناحية العيوب اللي فيها من وجهة نظر انا، اول حاجة ان مفيش طبقة حماية بتيجي عليها، وده عيب خطير عشان الشاشة ديت منحنية من الجانبين، يعني كسرها ممكن يكون سهل مش صعب. وتاني حاجة مفيهاش تقنية الـ HDR، مع ان فيها مليار لون، فكان المفروض يكون فيها تقنية الـ HDR، وكمان برضو مفيهاش تقنية Always On Display، ودول برضو تلات عيوب موجودين في الشاشة. اما بقى بالنسبة للرام والذاكرة، فالموبايل بيجي بنسخة واحدة واللي هي 256 جيجا مع 12 جيجا رام، وللأسف يعني مش بيدعم تركيب ميموري كارد، ودي انا مقدرش اعتبرها عيب، علشان مساحة 256 جيجا دي مساحة كويسة جدا. اما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج، فالموبايل هنا بيجي نظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة ماجيك يو اي 7.2، مع معالج سناب دراجون 6 جين 1 بمعمارية 4 نانو، وبتردد 2.2 جيجا هرتز، ومعالج رسومي ادرينو 710. وبالنسبة ليعني اداء المعالج دوت، فده معالج ممتاز، هيديك اداء ممتاز من ناحية البرامج والالعاب، وفي نفس الوقت حافظ لك على البطارية بشكل كبير، واساسا البطارية ممتازة لوحدها. تخيل بقى معمارية التصنيع اللي هي الاربعة نانو اللي هو موفرة للطاقة اساسا، هتقعد معاك وقت قد ايه، وكمان هيديك اداء قوي في الالعاب والبرامج. ومن الحتة ديت انا مش شايف فيها اي عيوب قصاد الفئة السعرية. اما بقى بالنسبة للكاميرات، فالموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الاولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8، والكاميرا التانية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2، وديت كاميرا الترا وايد، والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4، وديت كاميرا ماكرو، وبيجي معهم فلاش LED، وبيدعموا تقنية البانوراما والـ HDR، ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم، وبدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.5، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وبالنسبة ليعني أداء جودة الكاميرات ديت، فأنا أحب أقولك إن أداءها ممتاز قصاد يعني الفئة السعرية اللي هي فيها، ومش شايف فيها أي عيوب على حسب الناس اللي جربوها. أما بقى بالنسبة لباقي التقنيات، فالموبايل هنا فيه واي فاي وبلوتوث من إصدار 5.1، ومعهم كمان الجي بي إس وتقنية NFC والآي آر، لكن مفيهوش راديو. وهنا في نقطة مش عجباني، أو يعني نقطتين. النقطة الأولى إن مفيهوش راديو، مع إنه يعني مأصبحش مهم في الأيام اللي إحنا فيها، ولكن برضه ده يظل عيب. تاني حاجة الواي فاي فيه إصدار قديم شوية، فيعني هيكون بطيء معاك في قوة الإشارة. أما بقى بالنسبة للبطارية، فبتيجي بالساعة ممتازة، وهي 5800 ملي أمبير، ومع سرعة شحن 35 واط، مع شاحن من نوع تايب C2، وبيدعم كمان خاصية الأوتو جي. وطبعا البطارية ديت حجمها ممتاز، وكمان مع سرعة شحن للأسف تعتبرش كويسة قصاد حجم البطارية، يعني عشان تملي البطارية من 0 ل 100% هتحتاج وقت محترم، وأكيد هتعدي الساعة معاك، ودي نقطة مش كويسة في الموبايل دوت. ومن ناحية الألوان، فبيجي باللون البرتقاني والأسود والأخضر. أما بقى بالنسبة لسعر الموبايل، فبالنسبة لآخر التحديثات على حسب المواقع الأجنبية، فالسعر حاليا عامل 300 دولار، يعني بالمصري 9270 جنيه مصري، و1125 ريال سعودي، و1101 درهم إماراتي، و90 دينار كويتي،
و393 ألف دينار عراقي و40 ألف دينار جزائري. وطبعا باقي الأسعار باقي العملات هتلاقوها في وصف الفيديو، وكمان لو في أي تجديد في الأسعار هتلاقوها في الوصف. وطبعا كمان رأيك تحت مهم جدا في التعليقات، ما تنساش تعمل لايك وتسكرب وشير، والسلام عليكم.